نختم هذا اللقاء بسؤال للسائل أبو عبد الله من القصيم بريدة، يقول: من هم الخوارج وهل هم كفار أو مسلمين وجزاكم الله خيرا؟ الخوارج طائفة عندها غلو مجتهدة في الدين، عندهم اجتهاد في الصلاة والقراءة وغير ذلك، ولكن عندهم غلو يكفرون أهل المعاصي لشدة غلوهم، يرون من زنى كفر، من شرب الخمر كفر، من عقى والده كفر، يكفرون بالذنوب. قال فيهم النبي صلى الله عليه وسلم: إنه يمرق مارقة يمرق مارق على حين خلقة من المسلمين، يحقر أحدكم صلاته مع صلاتهم وقراءته مع قراءتهم، يمرقون الإسلام ثم لا يعودون إليه. هؤلاء هم الخوارج، عندهم تنطر، إذا قرأوا تعجب قراءتهم، صلوا تعجب صلاتهم، ولكنهم عندهم غلو في تكفير الناس، يرون من زنى كفر، من سرق كفر، من شرب الخمر كفر. فلهذا قال فيهم النبي صلى الله عليه وسلم: يمرقون الإسلام مروق السم من الرمية، لئن أدركتهم لأقتلنهم قتلها، فإن في أينما لقيتهم فاقتلوهم فإن في قتلهم أجرا لمن قتلهم. والجمهور على أنهم عصاة مبتدعة ضالون، لكن لا يكفرونهم، والصواب أنهم كفار بهذا، لأن قول أن يمرقون الإسلام ثم لا يعودون إليه دليل على أنهم كفار، ولئن أدركتهم لأقتلنهم قتل عاد عاد كفار. فالصحيح والظاهر الأدلة أنهم بها التقطع وبتكفيرهم المسلمين وتخليدهم في النار أنهم كفار بهذا، لأن يعني يرون العاصي كافر مخلد في النار، فهذا ضلال بعيد والعياذ بالله وخروج عن دار دائرة الإسلام. نسأل الله العفو والعافية. شكر الله لكم سماحتي.